التي يترقبها الجميع مشاهدينا من خلال هنا شاشة ياس الفضاء الرياضية. هنا الانطلاقة واضحة أمامكم والجمع والجموع ما شاء الله لهذه الشعارات التي تأتي بقوة في هذه الأمسية لمحبيها وإلى عشاقها. نعود للشوط والمركز الأول، هناك الصدارة، أرى الشعار العناوي اللي في مقدمة الشوط مشاهدينا الأعزاء. تقدمت الآن هنا الشاهينية من إجا الرياسة مع محمد العتيق بن زيتون المهيري، وصلت هبلولة بدورها لتتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا من خلال هذه المشاركة مثيرة. مثيرة من إجا الرياسة يقدمها علي بن يميل الوهيبي، النقلة القادمة والدخول كما نتابع مشاهدينا متابعة هناك الرعبية لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، يقدمها لنا الصادق فضل الأمين. النقلة القادمة ودخول في المركز الرابع من خلال مشاركة هنا أيضا هجة الرياسة، ودخول هنا حشيمة من هجة الرياسة مع صالح بن سعيد بالعرج المري بجوارها. تماما الشاينية من الناحية الأخرى من هجة الرياسة مع بن زيتون محمد هناك في المركز الخامس. الستة التي وصلت الآن وانتقلت بقوة، هناك مصيحة من هجة الرياسة، علي بن جميل الوهيبي الظافر يتقدم مرة أخرى مع هجة الرياسة بهذا الأداء الجميل. هنا أيضا دخول آخر مشاهدينا مع الغزيل لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سيد المكتوم أبو بطي متواجد طارش بن مبارك بالقبع مضمر الشرق الأوسط، الخبرة الجميلة المتراكمة لهذا المضمر الذي أيضا يعرف. وصلت هناك الشاهينية أيضا لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سيد المكتوم طارش بن مبارك بالقبع أيضا يقوم في عملية التطوير والمتابعة. النقلة في المركز التاسع أو العاشر التي وصلت الآن، مركز العاشر الطيارة، الطيارة من هجة الرياسة مع بن يميل مع أيضا الظافر يتتقدم في المركز التاسع. وفي هذه اللحظات أيضا قدوم من العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان مع محفوظ بن خميس الجنيبي. نعود للصدارة، نعود للأداء، شوف الانطلاق، الانطلاق وجر الشوط من البداية ما شاء الله وتبارك الرحمن. هناك تتقدم هجة الرياسة، يتقدم الشعار الحمر، يتقدم شعار الجماهير، تتقدم هناك كما تابعناها مثيرة 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 والشاهينية من هجة الرياسة. الشعارين الأولى يقدمها لنا الظافر، والثانية يقدمها أيضا هناك المجازف بشعار هجة الرياسة. النقلة الثالثة أيضا متواجدة عن قرب من المراكز الأولى، هناك أيضا القادمة مصيحة من هجة الرياسة وبتقديم الظافر علي بن يميل. مشاهدينا اللي قادمة أيضا هي في المركز الثالث الأخرى. نقلة أخرى هي المركز الرابع، الرابعة وصول قدوم الشاهينية الأخرى من هجة الرياسة مع المجازف بن زيتون كما تابعنا. هناك المركزين الأربعة مراكز، اثنين مع تضمير المجازف واثنين مع الظافر. النقلة القادمة والمركز الخامس، أرى هناك دخول المركز الخامس مشاهدي الأعزاء، ودخول هناك العجبان. الله، هذه المنطقة الجميلة، منطقة الإنتاج، منطقة مليئة بالسبق والأصايل، وهناك العجبان التي تعود ملكيته لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والمحترف أبو خليفة جمعة متواجد مع هذا الشعار الأبيض بالأحمر. الله، هنا دخول آخر وقدوم مشاهدينا من خلال الشاهين من هجة الرياسة ويقودها أيضا. وهناك أيضا دخول من الغزيل وصلت لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبة. أنا أيضا يتقدم أبو بطي، ونقلة أخرى قادمة مع العين، وصلت العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يقدمها لنا محفوظ بن خميس الجنيبي الزعيم. وأيضا من الناحية الأخرى متواجدة مشاهدي الأعزاء، هناك دخول وتقدم كما نتابع مشاهدينا العين الأخرى أو شقرة وصلت لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وأيضا محفوظ بن خميس الجنيبي يدفع بأكثر من عتاد. الله على الشوط، الله على الأداء. هنا وصلت الأخرى وتقدم في المركز التاسع من الطيارة من هجة الرياسة، يقدمها لنا الظافر بن يميل من عمق الميدان. أرى شعار سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع انطلاقة مشاهدينا الشاهينية، وطارش متواجد ما شاء الله وتبارك الرحمن.
ودخول آخر وتقدم في المركز التاسع. وصلت العين الأخرى من هجن الرياسة يقدمها مبارك أيضا عوض من مبارك المهيري. هذه النتيجة، نعود للصدارة، نعود للأداء، انعطاف للمنصة، انعطاف، والشوط من جر ما شاء الله. الشوط فيه أسامي قوية، وأسامي لها صولاتها ولها جولاتها مشاهدينا، وسوف تتابعون هذا الشعار الذي يخترق من أي مكان في الميدان ومن عمق الميدان، من الطرف الدوني، من العمق، أي مكان، هو شعار هج الرياسة، شعار انتصارات، شعار من الشعارات أيضا التي يعشقها هناك الجماهير. الله، وصلت، تسللت مصيحة، انطلقت مصيحة بالأحمر الخالص، شعار هج الرياسة مع الظافر والتي تليها مباشرة كذلك هي الأخرى من هج الرياسة مع الظافر. مثيرة مصيحة ومثيرة، مصيحة ومثيرة، جرنا الشوط، الله، جرنا الشوط، والمنصة بدأت تقترب على هذا الشعار من قوة الدفع، من هناك الانطلاق الجميل ما شاء الله. الشاهينية متواجدة أيضا مع هج الرياسة، والمجازف متواجد، المجازف بن زيتون أيضا عن قرب من المراكز المتقدمة. هنا تقدم آخر، شاهينية أخرى، بن زيتون يحرك أيضا هناك، أيضا من الجانب الآخر مشاهدينا، الشاهينية من هج الرياسة بدأت باندفاع، بدأت بانغطاط، العجبان وصلت لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان مع أبو خليفة جمعة بن عتيق. ووصلت الأخرى، شوف الطيارة، أعطني الطيارة يا مصور، يا لا تنسان عام الطيارة، ما الشعار جميل، شعار أحمر خالص ما شاء الله، شعار هج الرياسة يقدمها لنا أيضا الظافر بن يبين، لنا عودة الكيل الأخير يا جماعة، الكيل الأخير، الكيلو الأخير طرقا هذه الزلل أبواب الكيلو، وغادرت ما شاء الله، مثيرة ومصيحة. الله، الشاهينية وصلت من الجانب الآخر، انطلقت ما شاء الله. يا سلام يا أبو الجمايل مع شعار هج الرياسة ما شاء الله. يا أبو سعيد يا سلام، شوفوا أيضا أبو سعيد الآخر قادم. الله، الكل سعيد، حتى نحن سعداء بالتعليق على هذا الشعار الأحمر الخطر. الله، سعيد كلهم معه. الله يا سلام. الله، شوفوا الأداء، شوفوا مصيحة من الجانب الدوني من هج الرياسة يقدمها الظافر، الشاهينية وصلت تبع الانطلاق يقدمها المجازف. الله، الشعار ما شيء باقي، هناك وصلت، شوفوا قدم ما شاء الله، قدموا الكثير هذه المضمرين. الله، هج الرياسة، هذه المؤسسة هج الرياسة الجميلة، المؤسسة العملاقة، المؤسسة التي تحمل الكثير والكثير من الأداء الجميل. الشاهينية ومصيحة ومثيرة في كل الحالات. تهانينا لهجن الرياسة على هذا الأداء الجميل. شكرا الظافر، وصل الظافر والمجازف، الظافر ظفر بهذا الشوط. شكرا يا علي بن جميل، المركز الثاني الشاهينية مع المجازف، والمركز الثالث مثيرة مع الظافر، والمركز الرابع اللي وصلت الآن واحتلت المركز الرابع هي كذلك الرعبية التي وصلت في هذه اللحظات، وشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم التي وصلت، والمركز الخامس كانت شاهينية من هج الرياسة. نعود للتوقيت الزمني الذي صاحب هذه الانطلاقة ووصولها، وصول مصيحة من هج الرياسة، أداء جميل متميز. شكرا الظافر، شوف الفوتو فينش مع المخرج الهواري، 9 دقائق 35 وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لهج الرياسة، تهانينا الظافر. أما المركز الثاني أيضا الشاهينية من هج الرياسة مع 9 دقائق 35 سبعة أجزاء من الثانية. شكرا المجازف بن زيتون، المركز الثالث التي حطت الرحال في الفوتو فينش. هناك أيضا مثيرة لهج الرياسة مع الظافر، 9 دقائق 37 أربعة أجزاء من الثانية، والناموس لكل الفائزين. إذن مشاهدين الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، التحية تتجدد مع تجدد انطلاقاتنا وتحدياتنا الجميلة من أرضية هذا الميدان. شوطنا الثاني عشر ينطلق بحفظ من الله.